اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر مباشره، متابعي قناه شوف تيفي وعاجل ومباشر. وادي إغني ضواحي مدينه تنغير، حموله مائيه قياسيه اللي عرفت يعني المنطقه بعد امطار الخير، والمشهد في الحقيقه متابعي قناه شوف تيفي جد رائع، لدرجه متابعي قناه الشعب ان يعني اغلب السيارات ومعظم السيارات اللي كاينين هنا حاول ما امكن انهم ما يمروش من هذا الطريق، لان الحموله قياسيه ومازالوا غادي كيجهد يعني في وسط الطريق كاين يعني الحجر كيف ما كتشوفوا بان يعني واد إغني غادي بواحد الحموله اللي هي جد قياسيه. لهذا توقعوا الحيطه والحذر، خصوصا الساكنه اللي جايه يعني من مدينه تنغير عبورا على المضايق ديال تودغا، يردوا البال في الطريق ويمشيو بشويه، لان واد إغني جايب واحد الحموله اللي هي كبيره وكبيره جدا. يعني اتكلم معكم متابعي قناه شوف تيفي ودايرين يعني الباراسول باش ان الشتاء يعني مازال لحد الان الشتاء كاينه، واللي باش نحاولوا ما امكن اننا يعني نعطيو صوره واضحه لكل المتابعين والمتابعات. الحمد لله على كل حال، هذا هو واد إغني اللي في الحقيقه يشهد حموله اللي هي قياسيه، والمشهد اللي في الحقيقه متابعي قناه الشعب جد رائع. فدائما نجدد الترحاب والتحيه لكل المتابعين والمتابعات، يعني كل ساكنه اللي هي جايه من مضايق تودغا انها ترد البال، اللي جايه من جو النواحي يعني ديال ايتهاني ايميل شيل ترد البال، ساكنه وكذلك ديال مدينه تنغير اللي بغات تجي يعني للجوايه ديال مضايق تودغا عبورا على مضايق تودغا باش انهم يمشيو لايتهاني ولا يمشيو لاكدال ولا ايميل شيل، يحاولوا ما امكن انهم يردوا البال هنا بالاخص، لان الحموله حموله قياسيه وغادي الواد كيجهد. وزيد على ذلك بانه لازالت التساقطات المطريه باقليم ميدلت اللي يعني شهدت مجموعه من الشعاب ومجموعه من الاوديه حموله اللي هي قياسيه. مشهد اللي في الحقيقه نحمد الله ونشكره على هذا المشهد الرائع، لكن اتمنى من كل المتابعين والمتابعات انهم يردوا البال. الصوت والو، الصوت والو، الصوت ما كاينش. ما عرفناش واش كاين الصوت ولا ما كاينش، بغينا كل المتابعين يقولوا لنا عافاكم واش كاين الصوت ولا ما كاينش. كنحاولوا ما امكن اننا يعني تكون الرساله واضحه وننبهوا وكذلك كل مستعملي الطريق انهم يردوا البال. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج أرض الوطن. فمن هنا من واد إغني ضواحي مدينة تنغير، حمولة مائية قياسية فكنتمنى من كل المتابعين أنهم يأكدوا لنا الصوت واش كاين. حمولة مائية قياسية تعرفها المنطقة بعد أمطار الخير، والمشهد في الحقيقة جد رائع. اللي بغينا كل المتابعين والمتابعات أنهم يبارطاجيو هذا البث باش أنها توصل المعلومة لكل متابعي قناة شوف تيفي داخل الوطن وخارج أرض الوطن، وأيضا يعني لكل واحد يعني شاد الطريق أنه يرد البال في الطريق. فحمولة كيف ما قلنا متابعي قناة الشعب جد قياسية، واللي في الحقيقة يعني راحة بال راحة نفسية يعني على هاد التساقطات اللي شهدتها إقليم تنغير. وكيف ما قلنا بأنه يعني كنحاولوا أننا نرسلوا شكرا لكل المتابعين اللي كيأدوا كيأكدوا لنا بأن الصوت كاين، يعني لا داعي للعبور من هنا. فكنتمنى من كل مستعملي الطريق أنهم ما يغامروش بنفسهم، لان اغلب السيارات من بينهم طاقم شوف تيفي اللي هو على الطريق، في الطريق. ما بغيناش نزعموا متابعي قناه شوف تيفي لان خطوره هذا الواد، ويعني اللي مازال وكذلك مازال كيزيد وكيجهد، لان التساقطات المطريه لازالت باقليم تنغير. وشفنا يعني مجموعه من الصفحات الفيسبوكيه اللي وضعت يعني خسائر ماديه فادحه لمجموعه من السيارات. واضح الصوت والحمد لله على خيرات ربنا. حياك الله يمنى
يمين يمينة كاديري عبد الجليل ايت بوريك، و كل المتابعين احييهم ويحييكم بعود قناة شوف تي في داخل الوطن وخارج ارض الوطن. فهنا بغينا كل المتابعين والمتابعات انهم يقولوا لنا منين كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر، وزيد على ذلك بغيناكم وكذلك انكم تبارطاجيو هذا البث، تبارطاجيو هذا البث اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تي في لما غادي وكيجهد، لهذا ضروري انني غادي يعني نبدل المكان حفاظا على وكذلك على سلامتي. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن. هنا متابعي قناه الشعب، هنا متابعي قناه شوف تي في كيف ما قلنا بانه من واد ايغني ضواحي مدينه تنغير، يعني عبورا باش انكم تمشيو المضايق ديال تودغا، حموله مائيه قياسيه اللي عرفتها يعني المنطقه بعد امطار الخير. والمشهد اللي في الحقيقه جد رائع ورائع جدا، اللي في الحقيقه كل الساكنه انها الحمد لله يعني فرحانه بهذه الخيرات، لكن هيهات ثم هيهات لمسؤولينا ومنتخبينا اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تي في كشفت يعني عورات البنيه التحتيه. لهذا اتمنى فقط من كل ساكنه المنطقه ومن كل العابرين من هنا انهم يردوا البال من واد ايغني، احنا يعني بغينا ندخلوا لمدينه تنغير، لكن للاسف الشديد الواد غادي وكيجهد، لهذا وقوفنا هنا مع كل ساكنه المنطقه للتنبيه وكذلك على هذه الحموله القياسيه اللي غاديه في الحقيقه غاديه وكتزاد، ولا زالت يعني التساقطات المطريه بضواحي مدينه تنغير وباقليم تنغير تقريبا. غادي نولي نبقى نهضر معكم حتى تحبس عليا الطريق ونبقى حاصل. لهذا اتمنى من كل متابعي قناه شوف تي في انهم يبارطاجيو وكذلك هذا البث، لانه عندنا اسر، عندنا خوت، عندنا عائلات، خوت عندنا عائلات اللي كيدوزوا يعني من مجموعه من الطرقات ديال المدن الجنوب الشرقي. هناك حموله قياسيه اللي شهدتها يعني واد ايغني ومجموعه من الاوديه باقليم تنغير، اللهم صيبا نافعا. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل متابعي قناه شوف تي في داخل الوطن وخارج ارض الوطن. واش كاين امطار في العرائش؟ تحياتي من لندن، حياك الله سي موغيل. بغينا الى كاين شي واحد من المتابعين يعني من مدينه العرائش انه ياكد له واش كاين العرائش، واش كاين في العرائش يعني تساقطات مطريه هنا بجهه درعسفيلات وخصوصا باقليم زاكوره وورزازات وتنغير، شهدت يعني نشره انذاريه اللي في الحقيقه لازالت التساقطات المطريه تهم هذه الاقاليم، واللي بغينا ان الكل يرد البال وما يدوش في الشعاب، ما يدوش في الاوديه، لان في الحقيقه هناك حموله قياسيه لمجموعه من الاوديه. ها هو يعني راه هو الطريق، يعني الطريق شويه راه كتبان، لكن انتم سمعتوا الصوت ديال الماء بعد هذه التساقطات، ولا زالت التساقطات يعني مستمره. لهذا توخوا الحيطه والحذر، لان في الحقيقه اغلب الناس اللي جاوا لهنا وبغاو يدوزوا يعني المدينه باش يعبروا يدوزوا المدينه تنغير، الا وانهم واقفين حفاظا على السلامه ديالهم. لهذا بغينا كل خويا هذا الواد واش كيدوز في واد خريص، خويا العزيز راني يعني انا ابن الجنوب الشرقي لكن لا اعلم شيئا ولا اعرف شيئا حول هذا الواد ديال ايغني، اللي في الحقيقه لقيت فقط يعني احد الساكنه اللي اعطاني فقط اسم الواد، لكن ما عرفتش هو فين يعني فين غادي. اكيد اكيد كاين فراشات ريف، مجموعه من المتابعين والمتابعات يعني بالتعليقات ديالهم التي لا زالت مستمره، وكنشوفوا كذلك يعني وقوف الساكنه باش كتشوف هذا المنظر الجميل. الحمد لله ربي كبير، الله يعطينا قد نفع، اكيد الله يعطينا قد نفع. كيف ما قلنا لكم بان مجموعه من الساكنه راه يعني واقفه هنا، احنا امامنا يعني مسجد بيت الله وبعض السيارات المتوقفه هنا متابعي قناه شوف تي في حفاظا
على سلامتهم لأنهم لم يستطيعوا عبور واد إيغني ضواحي مدينة تنغير. أكيد خويا أو الأخت يعني فاطنة أسوالي، الغشاش لا يفلح خويا، أكيد أنهم غشاشة، أغلب منتخبين ومسؤولين غشاشة، فالله ياخذ فيهم الحق. هذا هو اللي غادي نقولوا في هذا البث المباشر، لأن مجموعة من القناطير جهة درعتها في ليلة كلها تهدمات وأصبحت يتغنى بها الغادي والبادي المدير الفلاحي القنطرة كذبة والسيما طربة، اللي في الحقيقة أغلب قناطر جهة درعتها في ليلة كلها تأكلت وكلها يعني كان أغلبها اللي جديدة لكن ما دارش عليها العام حتى مشات للأسف الشديد. فين هذا الخير اخر كريم رابح عبدو عبدو، هذا يعني ضواحي مدينه تنغير عبورا على المضايق ديال تودغا. بغينا كل المتابعين والمتابعات العام زين ان شاء الله، علاش لا، بغينا كل المتابعين والمتابعات انهم يوري يعني يعطونا الاجواء عندهم، وخصوصا ساكنه زاكوره ورزازات بومالدات تودغا. الحمد لله على كل حال، اكيد دعواتنا الحمد لله مع كل ساكنات هذه المنطقه وكل ساكنات المملكه المغربيه العلويه الشريفه، اثر هذه الخيرات الحمد لله. اكيد ديور المنتخبين لصحاح في الجنوب الشرقي، تعليق يعني تعليق احد المتابعين. نشوفوا يا اخي الله نلقاو شي معلومه. اخويا اجي نسولك، اجي هذا الواد هذا دابا فين كيمشي؟ هاد الواد هذا فين كيمشي؟ حتى يمشي مع الواد الاخر. سميت الواد الاخر عندك؟ عندك واد تودغا. واد تودغا هذا واد، هذا واد ايغلي. لا واد واد اغني 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 اغني. واد يعني كيتلاقى مع شي واد اخر. تيتلاقى مع واد تودغا. وتا يمشيو حتى للحاره واقيلا، ولا حتى يمشيو حتى لتنجداد يعني واقيلا. صافي الله يعطيك الخير. مرحبا. حياكم الله والشكر الجزيل متابعي قناة شوف تيفي. حولنا يعني فقط من شاب هنا بالطريق، أننا يعني نسأله وكذلك على هذا الواد يعني فين كيمشي. اللهم بارك وزيد في ذلك. فالحمد لله أنتم كتشوفوا يعني بأن الماء غادي وكيتزاد، يعني أنه يوصل يزيد يعني يغطي الشارع. لهذا متابعي قناة شوف تيفي الواد غادي وكيزيد يحمل. لهذا كنتمنى من كل المتابعين والمتابعات مستعملي الطريق ضواحي مدينه تنغير اللي بغاو يجيو يعني المضايق ديال تودغا ولا يدوزوا لاي ثاني عبروا على المضايق ديال تودغا، انهم ما يعبروش من هذا الواد ديال اغني اللي في الحقيقه عنده يعني فيه حموله قياسيه. اللي بغينا كل المتابعين والمتابعات انهم وكذلك يبارطاجيو هذا البث هذا حفاظا على سلامه كل المواطنين المغاربه. أكيد حياكم الله والشكر الجزيل كل المتابعين داخل الوطن وخارج أرض الوطن، عافاكم بغيناكم وكذلك تبارطاجيو هذا البث. راه الناس يعني مجموعة ديال الناس اللي هما ما كتقول بأنها تقدر تدوز، أنتم تشوفوا يعني الماء كيجر الحجر وكيكون يعني وسط الشارع، ربما أن السيارة توقف وتصدق أنها جرفتها سيول هذه المياه. لهذا كنتمنى من كل المتابعين والمتابعات أنهم ما يعبروش من واد أغني اللي كيعرف اللي كيشهد الآن يعني حمولة قياسية. المشهد الحمد لله راه رائع ورائع جدا، لكن ما بغيناش خسائر بشريه ولا حتى خسائر ماديه. لهذا اتمنى من كل المتابعين حتى الانسان يعني ما خسر والو، ها هو معنا في هذا البث يدير بارطاج ولا يدير التعليق حول هذا الواد حفاظا على سلامه المواطنين اللي قلنا يعني كيشدوا الطريق وخصوصا بالليل وبغاو يدوزوا يعني من مضايق ديال تودغا ولا يدوزوا يعني ضواحي مدينه تنغير انهم يردوا البال. حفظك الله خويا ابراهيم. اكيد انه
اكيد كيف ما قلنا يعني لكل المتابعين والمتابعات انه تقريبا يعني في 21 يونيو 2024 اللي شهد اقليم تلغير انجاز مشروع مائي هام يتمثل في سد تودغا الذي يتوقع ان يحدث يعني نقله نوعيه في المنطقه من خلال توفير مياه الشرب والري بالاضافه الى حمايه المناطق السفليه من الفيضانات. يعني كاين يعني واحد السد اللي هو سد تودغا اللي الحمد لله انه غادي يشهد وكذلك يعني حموله رائعه الحمد لله يعني وغادي تنتعش بها وكذلك ساكنات المنطقه. ما شاء الله وتبارك الله هذا هو واد أغني اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تي في قلنا بانه يحمل حموله مائيه قياسيه واللي كتعرفها هذه المنطقه وكذلك اقليم تنغير بعد هذه الامطار ديال الخير والمشهد اللي في الحقيقه جد رائع. نعم انا بغى يدوز خليه يدوز اخويا اكش دادي ارد الحمد لله الحمد لله خيط عندك الخيط راه غادي نبه. فكنتمنى يعني من احد السيارات انها ما تدوش لانه اصر انه يدوز من هنا والله اعلم. واش بغيتي تدوز الشريف؟ السلام عليكم. واش بغيتي تدوز؟ راه ربما خطير انا كتبان لي. ولا اله الا الله. لا اله الا الله. حاولنا ما امكن متابعي قناه شوف تي في اننا ننبهوه لكن قال لي كيقول بانه عنده الطوموبيل يعني ثقيله فالله يسهل على الجميع. قال لك بغى يدوز خليه يدوز. هنا متابعي قناة شوف تيفي نحاول ما امكن اننا نخليو هذا السيد يدوز لانه هو اصر باش انه يدوز يعني من هذا الواد هذا اللي قالوا بانه يحمل حمولة قياسية والحجر كاين يعني في الطريق لكن كيقول بان الطوموبيل عنده يعني ثقيلة فنخليوها خويا يدوز والسلامة يلا. الله يسهل عليك خليك ونشوفوا متابعي قناه شوف تيفي واش غادي يدوز ولا ما يدوش. لهذا نخليو السياره حاولنا ما امكن اننا ننبهوه ولكن هو مشى. ها انتم كتشوفوا داز الله يسخر ليه والله الا داز ولو انه انحرفت يعني واحد شويه عن الطريق الا وانه اصر يدوز لانه قال لك اسيدي بان عنده يعني ثقل في السياره يعني حامل يعني حموله اللي هي ثقيله في السياره وداز الحمد لله على سلامته. حنا بغينا غير يدوز سالم واللي خاف نجا اللهم نخاف وحسن. مازال بغينا نزيدو معكم متابعي قناه شوف تي في واحد شويه اما ندوزو حتى حنا. هنا متابعي قناة شوف تيفي نحاول ما امكن نقربوا فقط غير الصورة لكم. ما ندوش مازال ما بغيت متسائل يعني كاين الحجر في الطريق وكنتمنى يعني من رجال السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي انهم وكذلك انهم يجيو لهذه النقطة هذه باش ينبهوا وكذلك حتى الناس وينبهوا حتى الساكنة من خلال هاد الالواد لان مجموعه من السيارات تقدر تدوز انها تغامر وتدوز. لهذا النقطه الا كان فيها يعني رجال السلطه المحليه ورجال الدرك الملكي فلهذا ربما انهم غادي ينصحوهم. فدائما نجدد الترحاب والتحيه لكل متابعي قناه الشعب وبغينا كل متابعي قناه شوف تيفي انهم يقولوا لنا منين كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر والعاجل من واد اغني ضواحي مدينة تنغير اللي في الحقيقة متابعي قناة شوف تيفي ما بغيناش شي خسائر بشرية ما بغيناش يعني الخسائر وكذلك مادية سواء ديال السيارات سواء ديال الشاحنات سواء ديال الحافلات ما بغيناش أي حاجة توقع لأي مواطن من خلال هذه الحمولة القياسية اللي كيشهدها الواد.
فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج أرض الوطن اللي علينا كنحاولوا ما امكن اننا يعني نقولوا لجميع المواطنين والمواطنات وخصوصا ساكنه هذه المنطقه وكذلك يعني موازاه مع المهرجان او الموسم ديال الايميل شيل لموسم الخطوبه اللي كنتمنى ان مجموعه من يعني من لي غرون تاكسي اللي كيدوزوا من هنا ومجموعه من النقل المزدوج اللي كيدوزوا من هنا ما يغامرش يعني بالناس ما يغامرش بالمواطنين. اللهم ساعد المقالة ولا ساعتين ولا نهار كاع ديال الوقت الانسان يجلس في السياره ديالو اللي يقصد شي اوبرج قريب ليه وما يغامرش هذه المغامره اللي غامر بها ايضا هذا السيد هذا اللي مشى وكنشوفوا انه انحرف عن الطريق بحكم انه عنده يعني الثقل في السياره. لهذا بغيت كل المتابعين والمتابعات ان الشتره مازال كتصب والواد مازال حامل لهذا بغيت كل متابعي قناه شوف تيفي انهم يبارطاجيو كذلك هذا البث المباشر وايضا اتمنى من رجال السلطه المحليه وايضا رجال الدرك الملكي انهم يكونوا في هذه النقطه هذه حفاظا على سلامه المواطنين. اتمنى من كل رجال يعني الاعوان السلطه ولا رجال السلطه المحليه رجال الدرك الملكي انهم يجيو لهذه النقطه هذه حفاظا على سلامه المواطنين. يعني الحمد لله يعني كنشكروا نساء ورجال الدرك الملكي وكل من السلطه المحليه لكن اتمنى انهم يكونوا هنا حفاظا على سلامه كل المواطنين اللي في الحقيقه ان يعني بعضهم يعني وقف هنا خوفا من عبور هذا الواد واللي كنشوفوا كذلك ان هناك مجموعه من السيارات اللي كتجي حتى لهنا وتقلب الدوره خوفا من عبور وكذلك هذا الواد. اكيد اخويا كاينين لي ميزودونت كاينين ميزودونت كاينين لي زوبرج الحمد لله الخير كاين السياحه وكذلك يعني باقليم تنغير الحمد لله يعني مزدهره. اللي كنتمنى تكون الرساله واضحه للوزاره التجهيز والنقل والمسؤولين والمنتخبين ديال هذا اقليم تنغير انهم يراعيوا لهذه المنطقه هذه اللي في الحقيقه السياحه الجبليه الحمد لله السياحه الوطنيه كاينه موجوده والسياحه وكذلك العالميه اللي كنشوفوا مجموعه من الاجانب يعني كيزوروا مضايق ديال تودغا لكن من العيب والعار اننا نلقاو يعني الطريق فقط انها تكشفها تساقطات مطريه ولو انها الحمد لله جات بفيض وغيت كبير الا وانه كشفت على البنيه التحتيه ديال الهشه ديال الاقليم تنغير وديال اقليم زاكوره واقليم ورزازات واقليم الرشيديه واقليم ميدلت يعني الاقاليم بالخمس ديال جهه درعته فيلالت لا حول لهم ولا قوه. يعني اتمنى من عمال هذه الاقاليم انهم يراعيوا حتى هما للساكنه ويراعيوا من هذ المواطنين اللي في الحقيقه يتعذبون ليل نهار من اجل يعني من اجل غير الحياه غير باش يعيشوا. سلامتك يا الله الراقي محمد البويز تنغير تبارك الله الحمد لله تبارك الله. حتى واش معنا الناس ديال تنغير هنا ولا ما معناش؟ بغينا واش كذلك واش كاينين ساكنه تنغير ساكنه تنغير واش معانا هنا في هذا البث المباشر من قلب هذا الواد وهذه الرؤية الجميلة وهذا المنظر الخلاب والمشهد الرائع جدا. واش كاينين معنا ساكنة أقني ضواحي مدينة تلغير واش معنا ساكنة تلغير وساكنة مضايق تودغا؟ فاللهم بارك وزيد في ذلك وأتمنى أن الصوت يعني يكون واضح لكل المتابعين والمتابعات. سميرة اللي كتقول لك فينك هاني عبد الرزاق الطيبي اللي كيقول لك فين هي هاد الحموله المائيه القياس سير سقط عليه خلي شتا تصب مالي غادي نسكتها خويا عبد الرزاق هذا راه الخير ديال الله هذا اللي هو اللي غادي يقدر يسكتها ولا يخليها. فالحمد لله الا ما كانتش حموله قياسيه خويا جي دوز منها انت. فحياكم الله والشكر الجزيل ولكل المتابعين الشرفاء الاحرار. انا حداك تما اجي تعشى اجي اخويا دينا نتعشى ودير فينا الخير الله يكبر بك حفظكم الله الناس ديال الجود والكرام ساكنه تنغير الطيبين. العربي برسلونا انا اللهم بارك جابر المصطفى الحمد لله والشكر لله. بغينا يعني نقراو كذلك اين طريق هذيك هذه الطريق ديال المضايق تودغا ضواحي مدينه تنغير فين كيصب هذا الواد اخويا قال لك كيصب في الجهه ديال هذا السد ديال تودغا على حد يعني قول ساكنات هذه المنطقه او احد الشباب ديال هذه المنطقه. تزارين ما كاينش فين دوز اكيد ان تزارين النقوب شهدت حموله كبيره وكذلك طاطا فيه رشيد اوفيسيال على من غادي نجاوب يا اخي اعطيني التعليق ديالك يا خويا. صيبا نافعا ام محمد عمر اللهم بارك وزيد في ذلك. محمد صغيري تبارك الله الحمد لله
حميد العوني العربي برشلونة. أنا من مدينة تنغير، حياك الله العربي برشلونة، مجموعة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج اللي معنا وكذلك في هذا البث الرائع وهذا الحمولة المهمة اللي كيف ما قلنا يعني خلات يعني مجموعة ديال الناس أنها توقف جنب الطريق وما تمرش من هنا حفاظا على سلامة كل مستعملي الطريق. تحياتي من بن سليمان طاطا سير للجرف الخطارات، ان شاء الله نجيو للجرف الخطارات علاش لا، فين جات مدينة تنغير الله ودي مدينة تنغير العريقة سير للجرف. شكرا على هذا النقل المباشر وعلى المجهود صيبا نافعا بالقاس عبدو، حياك الله، اللهم احفظ الجميع. الامطار في الغرب سيدي سليمان ايضا الحمد لله، مجموعة من المتابعين والمتابعات اللي معنا في هذا البث الرائع واللي كنشوفوا وكذلك يعني فرحة ساكنة المنطقة اللي فرحات بهاد الامطار ديال الخير، فالحمد لله ثم الشكر لله، اللهم صيبا نافعا لكل المتابعين والمتابعات ولأقاليم جهة درعة فيلالت اللي شهدت هذه الايام يعني نشرات انذارية وتساقطات مطرية. نيك اسنان تحياتي خويا مرحبا بك في تنغير، حياك الله، اللي شهدت يعني تساقطات مهمة. خويا واش هذا الواد كيدوز للسد؟ اكيد انه يدوز للسد. واش هذا الواد كيدوز للسد ديال تودغا؟ براني يعني اغلب يعني الناس اللي واقفين من هنا برانيين، بغينا نعرفوا يعني واش الواد كيدوز للسد ولا ما كيدوزش للسد، لكن ساكنة هاد المنطقة لا يوجدون هنا. قطعتوه انتم يعني كنتو دزتو؟ ايوا تبارك الله تبارك الله. تحياتي لك اخي الكريم خالد خالد رشيد اوفيسيال ميلود والرقي محمد الرحماني. الان الامطار بمدينه الرشيديه، اللهم صيبا نافعا بمدينه الرشيديه. سميره نورا زينا الله يدومها نعمه علينا يا ارحم الراحمين. رشيد فتحي زكريا واسامه الربيب ام اسيا ومحمد السليماني ومجموعه من المتابعين. كيدوز الواد كيدوز الواد تودغا، حياك الله، يعني مجموعه من المتابعين اللي معنا مونتوبيلي حماد برشلونه، حياك الله. السلام سي رشيد اسامه، راه كاينين الناس ديال تنغير هنا اللي عطونا معلومات كافيه حول هذا الواد. السد راه الفوق، اكيد السد راه الفوق، دزنا من يعني دزنا من ملي كنا جايين من اي ثاني دزنا على السد. الحمد لله، تحيه من مونتوبيلي فرنسا حماد برشلونه. تحيه ديال سي سعيد شعيب. لا لا ما اخويا راه كتبان لي انا مقطوعه، لانه ما نقدرش انا ما غاديش نقدر ندوز من هاد الطريق، ومجموعه ديال الناس اللي كاينين ورايا ما قدروش يدوزوا. لهذا يعني تنبيه لكل مستعملي الطريق انهم يردوا الباب يردوا البال. مراد صفا نور الدين حياكم الله والشكر الجزيل لكل متابعي قناه شوف تيفي، لان مازالت التساقطات راني داير غير المضله. هانتوما الا كنتو شفتوا راني داير المضله وكنحاول ما امكن انني ندير لكم هذا البث هذا حفاظا على سلامة كل المواطنين والمواطنات. واكيد نشوفوا هاد الامطار ديال الخير وهاد الواد وكذلك اللي يحمل. السلام عليكم الزيتوني بون كوراج اي كو ديو فو بروتيج، حياك الله سيدي عبد الاله او عبد الله هلال بلال العربي، الحمد لله على نعمة الخير. واد تيزكي تحياتي ليك ياسين عبد العزيز الانصاري. سعيد اولو تحياتي ليك، انا من البرتغال، حياك الله. سميره نورا اللي من البرتغال. جلال ام محمد مع الاسف ودغريز ماء ضايع، شكرا لكم شوف تيفي عزيز، حياك الله. حموميد الرواق ام كانون يوسف عركاش تبارك الله عليكم وعلى وكذلك سي رشيد الاكاديري. رشيد الغفير شعيب ورجي الرحمن ومجموعه من المتابعين الاوفياء اللي في الحقيقه يتابعون معنا هذا البث الرائع والمباشر. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن. وقال لي ياك دوز على حسابي، وكي غادي ندير الله يهديك غادي ندوز على حسابك؟ راه الاعمار الحمد لله بيد الله، اكيد ان الاعمار الحمد لله بيد الله، لكن ما نقدرش نغامر. الدماري
هكا غير هذا عندك حتى حد من الداخلات راه مازال شوف فين كنا وفين ولينا. هذا اللي كيقول لك بان راه الماء غادي وكيتزاد. الماء راه غادي وكيتزاد يعني لازالت التساقطات المطريه راني داير غير المضله. فحياكم الله متابعي قناة شوف تيفي، بغيناكم وكذلك بارطاجيو معنا هذا البث هذا باش ان يعني العدد الاكبر ممكن انه يقدر يشوفوا حفاظا على سلامة كل المواطنين، وايضا يعني الصرخات هنا توصل يعني جميع المسؤولين لاننا نتكلم حول يعني سياحة هذه المنطقة اللي هي في الحقيقة يعني رائعة ورائعة جدا، لكن عدم اهتمام المسؤولين بهذه السياحة وعدم اهتمام المسؤولين بالبنية التحتية يعني خلات يعني الصدمة لمجموعة ديال ساكنات المنطقة اللي كيقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. واش فوق ما يعني جات الشتاء جميع القناطر ديال جهة درعا حتى فيلا تيمشيو، واش حنا ما غاديش نبقاو يعني الطريق كتسد؟ الحمد لله خيرات الله جاب كثرة، لكن عيب وعار على مجموعة من المسؤولين اللي كنشوفوا يعني مجموعة من قناطر الجهة وأقاليم ديال المملكة المغربية العلوية الشريفة خصوصا جهة درعا حتى فيلا أنها تأكلت وتهلكات يعني بالتساقطات المطرية اللي همات يعني الأقاليم الخمس. حياك الله سي إبراهيم وسغدا 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 ومجموعة من المتابعين الأوفياء اللي مازالين معنا في هذا البث هذا باش نشوفوا هذا المنظر الرائع والجميل من قلب ضواحي مدينة تينجداد. ضواحي مدينة تينغير عفوا، راه خمسة الأقاليم وشحال من منطقة يعني زرتها في الفيضانات ولاو يعني بعض المدن وبعض الضواوير يعني لاصقين ليا يعني في الدماغ. في هذا ما مره ما تديوش عليا. بغيت تمشي صافي وا
دائما نجدد الترحاب والتحية لكل المتابعين والمتابعات، ولازلنا معكم في هذا البث المباشر والعاجل من واد أغني ضواحي مدينة تنغير. في الحقيقة مشهد رائع، لكن توقف اضطراري لعدم عبور هذا الواد، لأنه وكذلك يشكل خطر على كل مستعملي الطريق عبورا على مضايق تودغا ضواحي مدينة تنغير. زعمو الموتو داز 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 وقف ديباناج. مالا هذا وقف هنا؟ شنو المشكل؟ ما عارف انت باش هاد الحصله هادي حسنا كاينه شي طريقه معايا واش كاينه دابا شي طريق من هنا ولا والو ولا غير هادي صافي غير هاد الطريق صافي اللي كاينه ما كاينش شي وحده هكا ولا شي طريق هكا والو شي طريق هكا والو لا اله الا الله كنحاولوا ما امكن متابعي قناه شوف تي في اننا يعني نصبروا ونشوفوا يعني اشنو غادي يوقع، واش غادي ينقص شويه الواد ولا مازال وغادي كيتزاد. خاص الحيطه والحذر للمستعمل الطريق اكيد اخويا هشام، ضروري من الحيطه والحذر، لانه كل ما بغيناش يعني كل ما خديناش الحيطه والحذر راه غادي نعبروا من هذا الواد، لكن اخويا كاين الحجر وكاين الواد غادي وكيتزاد. الواد يزيد نقرب شويه لا 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 ما نزعمش لا تحياتي من المانيا. المرجو توعية الناس باخذ الحيطه والحذر وعدم التهور، فالمرجو الصبر ففي العجله ندمه، مشكورين على مجهوداتكم اكيد خويا سعيد. وهذا الشيء هذا هي الرساله اللي كنحاولوا ما امكن اننا نوصلوا لكل المتابعين والمتابعات. وعلاش قلنا يعني لكل المتابعين؟ انهم يبارطاجيو وكذلك هذا البث هذا، لانه يقدر شي واحد ما يشوفوش ولا يقدر يشوفوا شي واحد يعني في شي صفحه اخرى من صفحات يعني جهه درعا تافيلات ولا اقليم تنغير، باش انه يقول لهم بانه يعني يقول لهم مزيد من الحيطه والحذر، لان هذا الواد هذا اللي يعني عبورا على واد على ضواحي مدينه تنغير، يعني عبورا على مضايق تودغا يردوا منهم البال. واش هذا كيمشي حتى للبر؟ هذا كيمشي حتى للبراج؟ كيمشي هذا حتى للبراج ديال الرشيديه؟ واش كيمشي حتى للبراج ديال الرشيديه هذا؟ هذاك الشيء اللي كنشوف انا. تحياتي والتقدير
ابن الرصاني الساكن بالرشيديه مسغى مروش وشكرا حياتي خويا السيمو الرشيديه تبارك الله عليك اللهم صيبا نافعا غير ضار اللهم امين يا رب العالمين. وادا مليل 36 حياك الله خويا عبد الله وادا مليل ومجموعه من المتابعين الاوفياء اللي في الحقيقه كنشكروهم على يعني التتبع ديالهم لهذا البث واكيد انهم كذلك يعني كيبارطاجيو معنا هذا البث هذا باش انه يوصل العدد القدر الكبير الممكن لكل ساكنه المنطقه لان الحمد لله عندنا عائلات يعني كيسافروا امهات اباء ويعني والخوال وعمام وخوت واصدقاء الحمد لله يعني كيشدوا الطريق وخصوصا في هذا الوقيته وزيد على ذلك مع الموسم وكذلك اللي كاين ديال ايميل شيل وكيعبروا من هذا الطريق لان مجموعه من يعني لي كرون تاكسي التاكسيات الكبار ويعني مجموعه من النقل المزدوج اللي كيمروا من هنا ربما انهم كيقولوا بانهم محملين يعني بمجموعه من المواطنين ولا يعني هازين واحد الوزن اللي هو ثقيل لهذا كيمروا لكن كنتمنى انه يردوا البال بزاف انتما كتشوفوا الحجر اللي كاين في الطريق يعني الواد جيب الحجر معاه الانسان يقدر يحصل تما غادي تجرفوا السيول ديال هذا الواد هذا نصدقوا في ما هي وما لونها لهذا الانسان يصبر باش ما عطى الله حنا صابرين باش ما عطى الله سواء ساعد المكانه سواء ساعتين سواء نباتوا كاع فين كاين الاشكال فالله يحفظك خويا اباري خالد عبد الحق الساهلي العربي لارش حياك الله الحو اي تي دير يونس بوريما وبوهالي محمد وسورد اسل سورد اسل تيزقي تنغير شكرا اخي احمد وداود عبد الجليل الهاز سلامه للجميع اكيد نتمنوا السلامه للجميع هذا هو يعني الاهم في هذا البث هو اننا يعني ننبهوا كل مستعملي الطريق انهم ما يدوشوش منها لان السلامه ديالهم هي اللي كتهم اكثر من اي شيء حماني اللهم صيبا نافعا فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن بغينا كل متابعي قناه شفت في انهم وكذلك يقولوا لنا منين كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر وكيف داير الاجواء عندكم وهل هناك يعني ابناء هل هناك معنا يعني ابناء مدينه تنغير وضواحي مدينه تنغير وما هي مواضيع هذا الاقليم فكنتمنى من كل المتابعين والمتابعات فاطمه البقالي شكرا خويا على معلوماتك ونصائحك الله يحفظك حفظك الله الاخت فاطمه مصطفى الديباناج بغا يدوز شوف هاد الديباناج عاوتاني بغا يدوز واش بغيت دوز خليو هاد الديباناج راه بغا يدوز ربما هو حافظ الطريق اكثر منا خليه فينا مدينة جات مالك العلاوي واودي راه مدينة تنغير غنية على التعريف راه اقليم على قدو راه ماشي فيلاج ها باش كنقول لكم يعني تساروا واحد شويه المغرب فراه المغرب فيه ما يتشاف ما نبقاوش نقولوا باللي المغرب مغربنا الحبيب ما فيه ما يتشاف عطى الله ما يتشاف غير كنتمنى من المسؤولين والمنتخبين يعني مجموعه من اقاليم ديال الجهات ديال المملكه المغربيه العلويه الشريفه انها تهلا في المدن ديالهم والضواوير ديالهم واش بغى يدوز فاس والو ها راه هو لا يدوز دوز اخويا دوز الله يعرضك السلامه ديباناج يعني ربما استطاعته انه يدوز ها بزاف ها ثقيل تحياتي من الدار البيضاء برشلونه جو ممطر ها قداش
والله الا داكشي اللي كان والله يا خويا الا هادي النهايه هادي هي اللي نسيت. شوف مول الديباناج يجرك معاه نسيت هاد القضيه ما كون جرني كي غادي يدير يجرني دوكا الجو صافي. الزيتوني محمد فحياك الله والشكر الجزيل لكل متابعي قناه شوف تي في داخل الوطن وخارج ارض الوطن. راه حنا صابرين معكم الدنيا هانيه وانتم وكذلك صابرين معنا. انا حاجه وحده اللي يعني اللي كنطلب منكم هو الدعاء لكل ساكنه المنطقه، وايضا بغيتكم انكم تبارطاجيو هذا البث. هذا هو يعني الاساس من هذا البث، هذا انكم تبارطاجيوه باش انه يوصل لواحد القدر ممكن ديال الناس اللي غادي تقدر تستعمل الطريق. والشتا مازال كطيح، مره كتشوفونا يعني كنديروا السويكلاص لان الشتا مازال كطيح باقليم تنغير، ومازال الواد غادي يقدر يزيد. وماشي غير هذا الواد، يعني بغينا ما توقعش شي حاجه كاع، جميع الشعب وجميع الاوديه يعني كيكونوا عامرين، وخصوصا يعني اثر دخولي للصفحات الفيسبوكيه اليوم يعني صفحات ديال اقليم تنغير، لقينا بان يعني مجموعه من الخسائر فادحه ماديه، مجموعه من شاحنات يعني وسيارات اللي هي جرفتهم السيول ديال الاوديه. لهذا الانسان ما يغامرش، بغينا الانسان انه ما يغامرش، فعادي الانسان يصبر واحد شويه. كلشي الحمد لله في تيسير الله. الخميسات قال لك كتغرق، وكذلك يعني اقليم زاكوره واقليم ورزازات كيغرق. ها انتم دابا غير هنا يعني على مقربه الدخول ديالنا لمدينه تنغير احنا حصلنا هنا، فما بالك بالنقوب وبضواحي مدينه زاكوره. زاكوره هي هذيك، ماشي هي الحنفي متوكل اللي كيقول لك عندك تغامر بروحك اخويا من التأني. سلامة اكيد خويا حياك الله. حسن الناظور الحمد لله على نعمة المطار. راشد الشفا ومجموعة من المتابعين الاوفياء اللي مازالين معنا هذا البث هذا، وكاينين شي وحدين معنا في هذا البث هذا اللي كيقول لك غير غامر 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 او غادر. الجو ممطر والحمد لله في جامعة السكري اقليم ورزازات. هنا متابعي قناة شوف تي في باش غادي نقولوا يعني لهاد الناس اللي كيقول لك غامر راه كاين الحجر في الطريق، واش ما كتشوفوش يعني راه كانت الصورة واضحة. كنحاول ما امكن فقط غير نرتاح واحد شوية باش انني نخرج عاوتاني نخرج على برا وتشوفوا يعني الجو كيفاش داير، يعني ها الصورة واضحة من هنا باش تشوفوا يعني كيفاش داير يعني الحجر وسط الطريق. سبيل جليل اللي كيقول خويا عافاك فين كاين هاد الشتا؟ كاينه في اقليم تنغير ضواحي يعني قول مدينه تنغير وكذلك في هاد الشتا. غير هنا باش اننا عبرنا على المضايق ديال تودغا باش غادي ندخلوا لمدينه تنغير، وقفنا في هاد الواد ديال اوكني اللي كيشهد واحد الحموله قياسيه وكذلك، والطريق يعني وكذلك غادي نقدر نقول انا بانها مقطوعه لان اغلب يعني مجموعه من السيارات اللي هما مازالين حتى هما صابرين معنا هنا، وتيقول لك ما نقدروش نزعموا خويا لان الحجر كاين في الطريق والواد غادي وكي يزيد. هانتوما يعني شوفوا فين وصل في شلال لهاد البلاصه وصل. بنادم ما يغامرش في العجله ندم اكيد خويا، ما كاينش مكناس الجفاف والو. الشتا الله يرحمنا برحمته الله يخرج العاقبه بخير، نتمنى ان شاء الله وكذلك رحمتك يا الله. اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين. وهنا متابعي قناه شوف تي في كيف ما قلنا بانه فقط يعني كنحاول ما امكن غير باش ناخذ يعني قسط من الراحه، وكندخل يعني الهاتف داخل السياره باش ان الصوره كتكون عند البعض يعني غير واضحه، لكن من هنا يعني الصوره واضحه للجميع وحموله هذا الواد انتم كتشوفوها. اللي بغيت كل المتابعين والمتابعات معنا الحمد لله واحد العدد كبير واحد العدد مشرف ديال المحبين ديال قناه شوف تي في انهم يبارطاجيو هذا البث. حاولوا ما امكن انكم تبارطاجيو هذا البث حفاظا على سلامه كل المواطنين ودعواتكم وكذلك يعني في هذه الاجواء الرائعه اللي بغينا وكذلك اننا نسمعوا دعوات رائعه من عندكم. فاللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين. اجواء اللي هي جد رائعه ومنظر هائل من قلب ضواحي مدينه تنغير. فاللهم بارك وزيد في ذلك الحمد لله والشكر لله. محمد امين الرملي الخميسات كاينه شتا الله يرحمنا، فاللهم امين يا رب العالمين. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن اللي هم لازالوا يتابعون معنا هذا البث الرائع اللي في الحقيقه
هناك يعني عدد الحمد لله يعني مشرف اللي مازال معنا ومازال كيبارطاجي معنا هذا البث الرائع، وكذلك يعني كيعطينا يعني مجموعه من الادعيه فدعائي وكذلك لكل متابعي قناه الشعب. فالله يرحمنا من عنده يا ارحم الراحمين يا رجاء السائلين. أجواء اللي في الحقيقة جد رائعة، وسماء إقليم تنغير لازالت تمطر في هذه الأثناء، وفرحة الساكنة متابعي قناة شوف تيفي اللي خرجت في هذه الأثناء أنها وكذلك يعني تشاهد هذا الواد. واللي فرحت وكذلك بهذه الخيرات ديال الله. فحمدا لله وشكرا لله، دائما الحمد لله كنتمنوا فقط الخير غير من الله عز وجل. تحياتي لك من مدينه تنجداد طريق السلامه، حياك الله. قلنا خويا يوسف كي دايره تنجداد الرشيديه فيها الشتاء دابا، رحمتك يا ارحم الراحمين يا رجاء السائلين. اللهم اسقنا رحمه لا سقيا عذاب. محمد الطهري حياك الله سي محمد الطهري، تبارك الله عليك وشكرا، بارك الله فيك اخي الكريم، فحياك الله وشكرا لك خويا محمد الطهري، لك مني جزيل الشكر والف تحيه ليك والى كل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن. اكادير ما كاين حتى نقطه الشتاء، ناشف الوقت، فرحمتك يا ارحم الراحمين يا رجاء السائلين. ارجو منكم الدعاء لنا بالشتاء في برشيد ومناطق الاوسط. لهذا الحسن درقاوي علاش كنقولوا يعني الحمد لله ان الدعاء مزيان، فالحمد لله في هذا البث هذا كنحاولوا ما امكن اننا ندعو مع بعضنا، كنبادلوا التحايا والتقدير مع بعضنا، هذا هو الاساس يعني في هذا البث. وتنبيه وكذلك يعني لمستعملي الطريق اللي بغاو يدوزوا من هذا الطريق عبورا على مضيق ديال تودغا، او يعني بغاو يمشيو يعني بغاو يمشيو لاي تهاني ولا ايميل جيل. مجموعة من عادل الرشيدية اللي كيقول لك الحمد لله على خيرات من الله. ياسين حسيني شكرا على التعليق، حياك الله يا عادل. ابراهيم سلام الزمامرة والو، الحمد لله أمطار الخير. يوسف راح حتى الريصاني فيه الشتاء، الله يعطينا قد النفع. أكيد الريصاني وكذلك إقليم الرشيدية يشهد زخات مطرية في هذه الأثناء، فاللهم صيبا نافعا غير ضار لكل ساكنات إقليم الرشيدية. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. خريبقة امطار غزيره، خريبقة القنيطره والو، اللهم صيبا نافعا الحمد لله. المرجو اخذ الحيطه والحذر والطريق السلامه للجميع. تحياتي لك خويا من طنجه، حياك الله خويا وتبارك الله عليك والشكر الجزيل. خويا حسن البوعزاوي من الشبكه المغربيه لحقوق الانسان اللي في الحقيقه لا زال معنا في هذا البث، فشكرا لكم ولكل متابعي قناة شوف تيفي اللي في الحقيقة متابعي قناة الشعب. لازلتم معنا في هذا البث، دعواتكم مع كل إقليم تنغير ودعواتكم وكذلك متابعي قناة شوف تيفي لنا ولكل أقاليم جهة درعزة فيلات، لأنها في هذه الأوقات يعني في هذه الأونة الأخيرة كنشهدوا يعني نشرات إنذارية تهم جهة درعسة فيلالت، من بينهم إقليم تنغير، إقليم ورزازات وإقليم زاكورة، والآن تساقطات مطرية بإقليم تنغير وإقليم الرشيدية، من بينهم مدينة أرفود والرصاني والرشيدية مرزوقة. أمطار الخير بمرزوقة وكذلك عالي، فكنتمنى من كل واحد يعني في أقاليم ديال جهة درعسة فيلالت أنهم يقولوا لنا كي دايرة الأجواء عندهم. هنا يعني كنشوفوا زاكوره فيها الشتاء، ورزازات فيها الشتاء، تنغير فيها الشتاء، مرزوقه فيها الشتاء، الرصاني فيها الشتاء، الرشيديه فيها الشتاء، تنجداد قلمي مع فاك الحمد لله امطار الخير يعني بمدينه تنغير، الخميسات الحمد لله امطار الخير، نجات بن جلول اللي كتقول لك تحياتي من فاس حاليا ما كاين والو. بغينا يعني المناطق اللي هي فيها الشتاء الان وخصوصا بجهه درعسه فيلات لان هناك نشره انذاريه تهم هذه الجهه. سيدي سليمان السلام عليكم مجدولين، حياك الله وتبارك الله عليك والشكر الجزيل للتتبع ديالك وكذلك لهذا البث اللي كنتمنى من كل متابعي قناه شوف تيفي كل ما فيها الشتاء، يعني ان جهه ان اقليم الرشيديه من بينهم تنجداد وقلميمه وايضا الرشيديه وارفود واوفوس ومرزوقه فيهم الشتاء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. الحسن الدرقاوي اللي كيقول لك وكذلك، نشوفوا الحسن الدرقاوي، شوفوا التعليق ديال الحسن الدرقاوي. الحمد لله وشكرا كنا في رحله من ورزازات الى مدلت، كانت الارض محروقه
ورحمة الله سبحانه على عباده. بولمان عبد الرزاق، الحمد لله والشكر لله. الرشيدية أرفود الرصاني الأمطار، كنا في حاجة ماسة لهذه الأمطار الحمد لله. النخل كان متضرر من قلة الأمطار أكيد. منصوري عبد الرحمن، تيزكواغي نشتاح الشتاء. حمداوي حياك الله. أمطار الخير في تنغير، نزهة مخلصة اللي كتقول لك أمطار الخير في تنغير. الزلال مراكش والو، ونحن بإقليم تنغير أمطار الخير ولله الحمد. هاجر عبد الرحمن، أيت عبودي، وجدة والو، جهة الشرق والو، أمطار الخير بتنغير. تيتيم محمد خطاري، تحياتي للزميل الرائع محمد خطاري اللي كيشاهد معنا وكذلك هذا البث الرائع، واللي كنقول له حياك الله يا صديقي العزيز وزميلي العزيز، لنا لقاء إن شاء الله عما قريب. كيف هي الأحوال؟ الطريق بين مضيق تودغا وأيتاني خويا، الطريق بين مضيق تودغا وأيتاني، عرفتي الجبال ديال مضيق تودغا رجعوا بحال داك الشلالات ديال أزود الحمد لله. الطريق مكرفصة ومكرفصة بزاف، لأن يعني الإنسان يتوخى الحيطة والحذر، لكن الآن يعني إلا بغيتي تدوز من أيتاني دابا باش تدوز يعني للمضيق ديال تودغا، حنا راه جينا من أيتاني المضيق ديال تودغا باش أننا ندوزوا لمدينة تنغير، لكن حصلنا هنا بقينا واقفين هنا. بالنسبة للرشيد يلا يجيب، أتمنى لك التوفيق والصحة والعافية ونفور الصحة. حياك الله خويا محمد خطاري الزميل الرائع اللي كنحييه من قلب إقليم تنغير. سعيد وزين الدين جواد وزهير وعبدو الحسن موجان مراكش والو، بقى لي صلاح حياك الله وتبارك الله عليك اللي كيقول لك أكادير والو. الخميسة الخير تبارك الله الحمد لله كمال. محمد فركوس قول مي موتين جداد أمطار الخير، او تحياتي من قصر تزكاغين الشتاء الحمد لله موجوده. عزيز محمد العلوي الرشيديه يشاهدنا من مدينه الرشيديه. شون والو، وحسن حداد الله يرحمنا يا ارحم الراحمين يا رجاء السائلين، ونحاول ما امكن وكذلك متابعي قناه شوف تيفي نوضعوا الهاتف هنا ونحاول ما امكن درتشو مع كل المتابعين والمتابعات داخل الوطن وخارج ارض الوطن. فبغينا كل متابعي قناه الشعب يقولوا لنا منين كيشاهدوا معنا هذا البث الرائع والمباشر، وايضا عدد مشرف في هذا البث، بغينا يعني عدد كبير من البارتاج حتى تصل المعلومه لكل مستعملي الطريق بضواحي مدينه التنغير وزاكوره وورزازات والرشيديه، لهنا لان هناك نشره انذاريه تقول بان هناك زخات رعديه غزيره بمجموعه من اقاليم جهه درعا سافيلالت، اغلب اقاليم جهه درعا سافيلالت، لهذا توخوا الحيطه والحذر مستعملي الطريق جهة درعا سافيلالت، لأنه في هذه الأثناء يعني كتشهد يعني تساقطات مطرية غزيرة في مجموعة من مدن جهة درعا سافيلالت. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات. الصورة لي والبث لي والتعليق لكم. كون جبنا غير شي قرعة ديال الماء، حتى الماء ما عندناش، ولكن هاد الساكنه ما خصنا معاهم خير، عارفينهم يعني ابناء الخير الحمد لله. امطار الخير بالرشيديه السي عبد الرزاق السماعيلي علوي اللي من تنغير يتواصل معايا. جمال فاضلي ما عرفناش دابا واش هادشي كيزيد ولا كينقص. تحياتي لك اخي كريم قاضي تازونتي عرب من اكادير، الله يحفظ المواطنين ديال المناطق المعنيه بالرحمه والامطار الخير، اللهم اجعلها خير ان شاء الله يا ارحم الراحمين يا رجاء السائلين. لازلنا معكم متابعي قناه شوف تيفي في هذا البث، كنحاول ما امكن انني يعني نقرا جميع تعليقات المتابعين والمتابعات اللي معنا في هذا البث هذا. تزاولوا مراكش والو، رشيد دريس ياسين نيكو، لكن مجموعه من التعاليق يعني كيهربوا لا اله الا الله ما عندنا ما نديروهاش من المدينه هذه. هذه تنغير ضواحي مدينه تنغير، المهم حنا على مقربه الدخول الى مدينه تنغير. تحياتي اخي من كازا حياك الله خويا اللي كيحيينا من كازا، السعيدي سعيد أو سعيد سعيد بوزكري غفيري، تحياتي خويا الحمد لله على هذه النعمة حياك الله. حاليا الخير استفلت
الله يبارك ديدي او ديفي عبد الرحيم. كريمه كريمه حنابو اقليم الرشيديه. نشوفوا حنابو شنو واقع في حنابو. امطار الخير في حنابو فم الجمعه، الحمد لله امطار الخير وكذلك في الخميسات فم الجمعه نواحي ازلال. الحمد لله يحيي الارض بعد موتها. كنتابعوك من قلب الناظور. حياك الله خويا كريم القاضي، فحيا الله كل ساكنه مدينه الناظور. تحياتي من طنجه طاقم شوف تيفي والو بمدينه اسا بالصحراء المغربيه، علاش لا ان شاء الله يعني تكون يكون طاقم هناك. تحياتي من طنجه، كنتمنوا الخير ان شاء الله في تارودانت. سياره بغات تدوز من لهنا، اللي ربما الى دازت هذه السياره غادي ندوز حتى هنا. صافي هنا متابعي قناه شوف تيفي غادي ندوز، لان سياره وكذلك خفيفه دازت من تما وندوزو حتى حنا. ما نسينا والو ياك، كلشي هو هذاك. ها الله يكبر بيك، حفظك الله حفظك الله. يعني ولاو يعني السيارات كيدوزو من هنا، ونحاولوا ما امكن متابعي قناه شوف تيفي وكذلك اننا ندوزو حتى حنا. وسبق سبق اقول له سبق تيزكي قال لي اغني ولا سميتي اسميت هذا الواد هذا اسميت هذه البلاصه هذه تيزكي، ولكن الواد اغني الواد اغني هذا كامله هذه منطقه تيزكي. اه وهنا اغني ها انت شوف ها انت ها حيي ساكنه تيزكي وكذلك حيي حيي ساكنه تيزكي. ها انت ما كتبانش غير الصوت ديالك. تحيه للناس تيزكي. تحيه للناس يعني تيزكي بتين غير اللي كنحييهم على حسن الاستقبال ديالهم وحسن الخلق والطيبه ديالهم اللي كاينه هنا متابعي قناه شوف تيفي. فحياهم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات وهذا الرجل متابعي قناه شوف تيفي اللي كنشافوه الان يعني كيدوز باش انه يحيد الحجر. فحياه الله والشكر الجزيل للمواطنين الشرفاء الاحرار اللي في الحقيقه كيقفضوا على يديهم ورجليهم باش انهم. الله يكبر بك اخويا العزيز تبارك الله عليك. اياه فحيا الله هذا المواطن الخلوق اللي يعني حاول ما امكن انه دخل باش يحيد الحجر يعني من الواد. فتبارك الله عليه والشكر. هذيك الوسطانية غير سميتو كان في الكودرون. الله يكبر بك. كان واحد الحجر حي راه ماشي وحد. حياك الله الله يعطيك الخير. فمثل هذه التدخلات اللي بغينا يعني في السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي والمنتخبين ومسؤولي هذه المنطقة، لكن هيهات ثم هيهات كنشوفوا فقط المواطنين هما اللي كيديروا شحال من حاجة يعني من جيابهم. تحياتي من الصويرة حميد. تحياتي من الصويرة مدينة بومالدة الشتا من الثانية زوالا إلى حد الآن. عافاك خويا إسماعيلي أو كادور قلنا عافاك كيفاش يعني كداير الجو في بومالدة، لأن شفنا مجموعة من الصفحات يعني كتقول بأن هناك حمولة في الأودية تما بومالدة. سي اسماعيل سي اسماعيل عافاك جاوبنا الله يعطيك الخير. سي اسماعيل اوخ الدور كي دايره بومالدات والخميس دات وسوق هذا الخميس دات ولا شنو يقولوا له، لان شفنا مجموعه من الصفحات الفيسبوكيه كيتكلموا على خسائر ماديه ديال المجموعه ديال يعني واحد الشاحنه كانت بغات داز تما بغات دوز من تما يعني وجرفاتها السيول ديال الواد. راه بالنسبه لطاطا ما عرفتش واش كاين شتا، انتم اللي تجاوبوني واش كاينين ساكنه طاطا ولا ما كاينينش. المر من هنا متابعي قناة شوف تيفي وكذلك انه مر تبارك الله عليكم الله يكبر بك طريق السلامة وبارك الله يحفظكم. مرينا متابعي قناة شوف تيفي ان شاء الله يعني بسلام. فحمدا لله وشكرا لله اننا مرينا من هنا متابعي قناة شوف تيفي ولا زالت تغطيتنا دخولا ان شاء الله لمدينة تينغير.
اللي كنتمناو كذلك الصحه والسلامه لكل متابعي قناه شوف تي في، وايضا نسيت ما نديرهاش، وايضا الى ساكنه تنغير تحياتي لكم. صلاح حياك الله خويا صلاح. الحمد لله خويا حسن تبارك الله عليك، والشكر الجزيل لكم لان دعواتكم وكذلك اللي وقفت معنا باش اننا وكذلك نمروا من هذا الواد. لهذا علاش كنقول لكم يعني بارطاجيو معنا هذا البث هذا حفاظا على سلامه المواطنين، لانه غادي يقدر غادي تقدر تزيد الشتاء بزاف، الوادي يزيد يحمل، يقدر يجر الحجر، ربما ان شي سياره تقدر تدوز من تما وتحصل. لهذا ما بغيناش يعني خسائر بشريه انها تكون. شتاء في تنغراس اكيد مدينه الرصاني، وكذلك شتاء باقليم الرشيديه. فحياكم الله تبارك الله عليكم، وحيه جزيله الشكر والتحيه والتقدير للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، لان اغلب ساكنه مدينه تنغير وضواحي مدينه تنغير كلهم من الجاليه المغربيه المقيمه في فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، بلجيكا، هولندا، كندا، وايضا الدنمارك، واللي الحمد لله يعني كتشاهد واحد السياحه تزخر بها هذه المنطقه هذه. اللي بغينا وكذلك رساله تكون يعني للجهات المختصه، وزاره السياحه، وزاره وكذلك النقل، انها ترد البال وتشوف يعني حال هذه الساكنه وترفع من مستوى سياحه هذه المنطقه. مجموعه من لي ميزون دوت ولي زوبرج اللي هما كاينين يعني في لي غورج مضايق ديال تودغا، اللي بغينا انها تزدخر يعني بها ساكنة إقليم تنغير لمجموعة من الأجانب أنهم كيقصدوا هذه المناطق للسياحة الجبلية. المضايق ديال تودغا متابعي قناة شوف تيفي رجعوا يعني كشلالات ديال أوزود. الحمد لله اللهم غيثنا غيثا نافعا وصيبا نافعا، وتبارك الله عليكم لأنكم لازلتم معنا في هذا البث إن شاء الله إلى مدينة تنغير، ولا زالت يعني التساقطات المطريه بالطريق اللي كتهم اقليم تنغير. وبغينا سي اسماعيل وكذلك يجاوبنا على بومالدادس، وقلنا الاجواء كيفاش دايره في بومالدادس. طاطا كاينه قالها لي واحد الصديق بالنسبه يعني اللي من القانطين، وحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين ارض الوطن. ابراهيم ونتمنى ان البث ما يتقطعش لان راه الشبكه شويه صبيب الانترنت يعني ضعيف شيء. انا ما هنا بالطريق ضواحي مدينه تنغير. حياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن، حيث يبقى شعاري الخالد والابدي الله الوطن الملك، ولا عزاء للحاقدين المنافقين والنمامين وجيران السوء وناهب المال العام من منتخبين ومسؤولين غير شرفاء للمملكة المغربية العلوية الشريفة عامة، وإلى إقليم تنغير خاصة. فحياكم الله تبارك الله عليكم، مرورا على مجموعة من الفنادق، مجموعة من لي ميزون دوت، مجموعة من لي زوبيرج اللي كاينين في هذه المنطقة وكتزدخر بهم، اللي كنحيو كل شباب هذه المنطقة اللي جاوا استمروا داروا المشاريع ديالهم هنا، وداروا يعني دي ميزون دوت، داروا دي زوبيرج اللي كنحيوهم، وكنتمنى اننا نديروا وكذلك حتى حنا اللومه علينا اننا نجيو ان شاء الله نديروا تغطيه خاصه بالسياحه ديال المنطقه، ونعرفوا بالمنطقه ونعرفوا باقليم تنغير، لان اقليم تنغير بسياحه كبيره وكبيره بزاف، سواء على ولا على الصعيد العالمي. مدينه تنغير ليها الحمد لله رجال، ليها نساء، ليها شباب الحمد لله غيورين على المنطقه، اللي كنتمنوا اننا ما نشوفوهمش وكذلك حتى هما يعني، ولو ان بعضهم او اغلبهم مشاو القوارب الموت، ما بغيناش نشاهدوا مثل هذه الامور هذه. بغينا شبابنا يبقى في الاقاليم ديالو في المدن ديالو، لكن بغينا وكنتمنوا من المسؤولين ومنتخبينا ان البرلمانيين وكذلك ديالنا والمستشارين ديالنا انهم وكذلك يشوفوا من حال مجموعه من اقاليم ديال جهه درعتا فيلالت لانقاذ ما يمكن انقاذه، وتوفير وكذلك فرص الشغل للشباب، لان الشباب يعني راه ملوا وكرهوا اقاليم جهه درعتا فيلالت، وكلهم ولاو كيمشيو يعني لقوارب الموت،
كلهم يعني كيلتجؤوا للمخدرات والمهلوزات وكذلك باش انهم اش غادي نقولوا ما يفكروش، لكن العواقب ديال المخدرات وعواقب يعني هذه المهلوزات راه كتعرفوا بانها جد خطيره وكتؤدي فقط الى الجنون وكتؤدي الى ما يسمى وكذلك بالانتحار اللي شهدته اقليم ميدلت ومجموعه من اقاليم ديال الجهه بكثره، وخصوصا هذه السنه هذا احصاءات اللي اكدت وكذلك هذا الشيء. وبغينا فرص عمل للشباب اللي يخليو نيت الشباب انهم يجلسوا هنا، نهار غادي يمشي يقرا في الرباط ولا يمشي يقرا في الدار البيضاء ولا يمشي يقرا في طنجه ولا يقرا في شي معهد ولا يقرا في شي كليه الا وانه يرجع لبلاده ويستمر ويلقى فين غادي يخدم. فعيب علينا وعيب وكذلك على مسؤولينا. ربما هاد الطريق مقطوعه هنا، ها اللي قلنا عيب علينا وعيب على مسؤولينا اننا نلقاو الطريق مقطوعه. حصله واش من حصله هادي؟ حمولة ثانية أخرى متابعي قناة شوف تي في اللي كنشوفوا رجال الدرك الملكي ورجال القوة المساعدة هنا أمامنا حفاظا على سلامة المواطنين. نزلوا نشوفوا شنو وقع. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل متابعي قناة شوف تي في داخل الوطن وخارج أرض الوطن. هنا لقينا يعني دي بارير، البارير كاين، وزيد على ذلك أن رجال الدرك الملكي وأيضا القوات المساعدة في الطريق باش أننا ما نمروش من هذا الطريق لأنها مقطوعة حفاظا على سلامة كل المواطنين والمواطنات المارين والعابرين إلى مضايق تودغا أو إلى أيتهاني أو إلى إيميلشيل. وحنا يعني باش اننا نمشيو في اتجاه الى يعني الى مدينه تنغير وكذلك هنا بهذا الواد. ربما انني غادي نعاود نسول على هذا الواد هذا ونعرف سميت هذا الواد هذا. ما عرفتي سميتو؟ حتى انتم حاصلين؟ قول له الواد ديال صغرو ديال تنغير. واد ديال صغرو ديال تنغير، واد صغرو تنغير. حتى هو مقطوع. ما بين لكورج وتنغير. ما بين لكورج وتنغير، ما بين لكورج وتنغير. كل شيء من صغرو. جاي من صغرو هذا، واش كيمشي لشي سد، كيمشي لشي بلاصة هذا ولا تا؟ هذا كيمشي ما كاين لا سد لا والو. مشى للجزائر هذا. مشى للجزائر؟ اه. ما تنفعوش هنا. شحال وانتم واقفين هنا؟ ساعة تقريبا. ساعة ديال المكانة. غادي كيزيد كاع. ساعة ديال المكانة متابعي قناة شوف تي في والناس يعني واقفة هنا. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لكن الحمد لله المنظر اللي في الحقيقة جد هائل وجميل جدا اننا نشوفوا التساقطات المطرية اللي همات اقليم تنغير. لهذا متابعي قناة شوف تي في قسطا من الراحة وعودة وكذلك اليكم في بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن، وخصوصا يعني في هاد يعني غادي نحاول ما امكن ندير عنوان اخر لهذا الواد. لهذا الواد وكذلك لرجال الدرك الملكي والسلطة المحلية اللي واقفة يعني بالطريق حفاظا على سلامة كل المواطنين. الحمد لله. لهذا بغيت كل المتابعين والمتابعات انهم يبارطاجيو معنا هذا البث هذا حفاظا على سلامة المرة، حفاظا على سلامة المواطنين، وشكر جزيل لرجال الدرك الملكي والقوات المساعدة الحاضرة وكذلك بقوة هنا ب واد ديال يعني قلنا واد تودغا. هذا واد تودغا. واد تودغا. واد تودغا. حياكم الله وتبارك الله عليكم والشكر الجزيل لكم والى كل متابعي قناه شوف تي في داخل الوطن وخارج ارض الوطن. تفكينا من هنا وجينا لهنا.